أهم الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم 24 نوفمبر عام 1963، مقتل لي هارفي أوزوالد قاتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي بالرصاص في مراب تحت الأرض بمقر شرطة دالاس. عام 1989، انتخاب الياس الهراوي رئيسا للجمهورية اللبنانية. عام 2004، الرئيس جاك شيراك أول رئيس فرنسي يزور ليبيا منذ استقلالها عن إيطاليا عام 1951. عام 2013، إيران والقوى الدولية الست يتوصلون إلى اتفاق للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات. وأخيراً عام 2013، مصر تطرد السفير التركي في القاهرة بعد تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية التدخل التركي بالشؤون الداخلية المصرية.